والثاني شارع الحبوب وسط المدينة ليؤكد على ما يبدو من مخاوف الناس وليزعزع ما تبقى من ثقتهم بالإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية المتمثلة بقطع الطرق الرئيسة وغلق مربع المدينة الحيوي وزيادة عدد السيطرات داخل المدينة. هذه الإجراءات واجهت انتقادات المواطنين داعين إلى إيجاد خطط بديلة عن هذه الخطط التي لم تحد من عمليات المجاميع الإرهابية. لا تقول الخطة الأمنية ذي حاضر ويكظون شوية من الزحامات ما ذا يكظون شغلات أنا نقولي والله ما دينا من الزحامات ويقطعون السير تعال تخبي السور ويلا قمس نتيجة قوية يكظون بيها بس الزحام على القالب لا السيطرات بكثرة صحيح تعال السور احتوازية هي يعني تأمين للناس أكثر شيء لكن هي مأثرة على اصحاب المهن اللي تبي تعيش يعني بالنسبه للسواق صبات اللي خلونا اياها هنا على الشارع يعني احنا هاي المحلات هاي انا من بدايه شارع هاي العالم بالست كل كلمه كل المدراء الامنيين ما عندهم كل شيء ما يعرف لا عنده هنا الخامر يشد الشارع وهاي الناس ماكله دهنان وتشير الاداره